پێر تایبەت دەبێ بە چەمکی حاکمیت بۆیە دەپرسین حاکمیت چیە جۆرەکانی حاکمیت چین جیاوازی نێوان حکم و ئەمر چیە لە قورئاندا ئەمە و چەندین پرسی تر تەوەری ئەم جارەی بەرنامەی پر دەبێتن مامۆستا خۆشحاڵین لە تەوەریکی نوێ هاتینە خزمەتتان و دەمەوێت سەرەتا بڵێین کە تەوەری ئەم جارەمان تایبەتە بە چەمکی حاکمیت بۆیە ئەگەر سەرەتا بڵێین پێناسەی حاکمیەت یاخود حاکمیت چییە بەڕاز بکەین بەناوی خۆی بەخشندەی مهرەبان حاکمیت وەکو سەرچاوەیەک باسی کەی چۆنە لە عەرەبیە ئەلەن زمان مەزدەری سناعی حاکم و یا ئوتایی بۆ ئێزافاکە ئەو نەوعە مەزدەرە پێوەتر مەزدەری سناعی وە کۆڵی سناعە سناعیە حاکم حاکمیە بە بەو شێوازان ئەو ڕۆژێک کە پێغەمبەر درودی خوای لەسەر ئەم قورئانەی وەکو پەیامێک هێنا و بەخشی بە مرۆڤایەتی ئەوەشی پێگوتین کە ئینە لیللاهی تسعەتەن و تسعونە ئیسمە خودا نەوەتونۆ ناوی هەیە فەرمین من ئەحساها دەخەل الجەنە نەک من عەدەها هەر کەس ناوەکانی خوا بژمێرێ ئەچێتە باشتەوە ژمارددن هیچنی حەزەکەی ئێستا هەر نەوەتونێ بژمێرە ئەحسا جایە لە عەدەها بۆیە لەن تەعداد و ئیحسا ئەحسا ئەوەیە ئەو مانایانەی لەو ناوانە هەیە بێ پیادەیکی لە ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤەکاندا جایەکی لەو ناوانەی کەەوە چۆن ئەڵێ ئەو ناوانەی خوددا ئەگە دابەشی کەی بەسەر دوو بەشا وەکو ستوندینەی خدای گەورە هەندێک لەو ناوانەی خۆی داناوە بۆ دنیا هەندێک لەو ناوانەی خۆی داناوە بۆ ئاخرەت يعني شلون يعني خداي جورا بودنيا الحكم العدل هالبجان خداي جورا لنيوان إمام عند حكمه خداي جورا فرمي أم دينا لنيوان خلق دا دبي حكم به نك حاكم به بسريانه خلق قبولي كان وكو حكم قرفت كاني خواني بخن بردستو تاو كشار سريكا بوي خدا ناوي خوينا الحكم بەڵام بۆ قیامەت خدای گەورە ئەلحاکمە خەڵک ڕائەگرێت و محاسەبەیانەکات لەسەر زۆر جامە هەیە دەبێتن ناوەکان بژمێرهیچ ناوەکان ڕەتی دەبژمێردنەوە ئەبێ ئەحسابێ ئەوجا خدای گەورە ناوی خۆینە ئەڕەحمان ڕەحمان ئەو سیفەتەی خدایە کە لە دنیا فەرقی کافر و موسڵمان و هیچ کەسێکی تر ناکا لە دنیا تەنها مرۆڤ بەڵێ البلام لا قيامت دا باس دو دكا چه پرستوتي چاني پرستو او بصفتي او كچاله الرحيميتي خدا لدنيا دا الحليمه جوني بي ادن كفر كان حرشي اكن بقسينا كان حرشي اكن خداي غور غضب لك ازنا غري ودم شاوي كسر رشناك هيشي نك صفتي منتقمي هلا غريبو قيامت الي روا خداي غورا يعني ام بيامي استام بي ام اي قلت مسلمانان ابي بدو صفتي حكميت بقرن حكميت نك حاكميت اي حاكميت كداي هنا حاكميت كمينيتي تنرون ككس اواني نابي كس قبولينيا کەس ئەوانی هەڵ لە بژاردووە سەرنجان خۆیان فەرزەکەن بە هێزی چەک بەسەر خەڵکدا کەواتە مەفومی حاکمیت بۆ یەکەم جار خەواریجەکان دایان هێنا لە مێژوی ئیسلام و موسڵمانەندا بەچی کە سێریان کرد ئەڵێن ئەئیمەتو من قورەیش ئەبێ قورەیش حاکم بێت و ئەوان زۆرینەی خەڵکی جەزیرەی عەرەبین ئەمانش قەبیلەی ڕەبیعە بوون قەبیلەی ڕەبیعە لەم بەینەیە کەس دەنگی پێنادا و بە حەیاتی بەپێ ئەو ئەئیمەتو من قورەیش ڕەبیعە قەت نابێ بە حاکم ئەی چی بکەن هاتن خەڵکییان کوشت و شۆرشێکی چەکداریان بەرپا کرد و بە ناوی دینەوە وتیان ئین حکم و ئیلا لیلا یعنی چێ و حکمی خوایەکە ئێمە ئیکی لە دواجاردا مسلمانان کە هەندستان لە پاکستان جیا بووە مسلمانان بوون بە کەمینە لە هەندستاندا ئەبوو عەلای مەودودی بە ڕەحمەت بێ هات ئەم هەڵەیی کرد ئەویش هات چی کرد گوتی ئەلئینقلاب الئیسلامی ئیسلامیک ریڤۆلیوشن باش نیە ئەم بەزمەیدا هێنا کە حاکمیت بۆ ئەویش وای کرد چونکە بە ئینتخابات مسلمانێکی کەم لە هەندستانێکی ملیارییە دەرناچێت چی بکەین باشە باش شۆڕش بکەین چی ئەمی هێنا بۆ عالەمی ئیسلامی سید قوتب چونکە سید قوتب بشخۆی باپیری چوارەمی هندیە لە هەندستانەوە هاتووەتە مەکە و مەدینە باپیری چوارەمی دوای لەوێ هاتووەتە میسر ئیدی لەوێ جرساوەتەوە و ئەمانش لەوێ لەدایک بوونە ئەم پەیوەندی بوونەی نێوان سید قوتب و ئەبو عەلای مەودودی بە ڕەحمەت بن بەو هەڵەیە کە کردیان چەمکی حاکمیەتیان هێنا ئەجدا لە ئەسڵدا لە ئیسلامدا حەکەمیەت هەیە نەک حاکمیەت جۆری حاکمیەت قورئان هەمیشە سێ چۆن ئەڵێ قۆناغی پێگوتوین سێ قۆناغی حاکمیەتی پێگوتوین گوتوێتی قۆناغی یەکەمیان وابوو مەرج نیە دووبارە بێتەوە قۆناغی دووەمیان ئینتیقالیە ڕاگوزاریە ئاوای لێهات قۆناغی سێیەمیان قۆناغی کۆتایی ئێمە بێ ئیش بە قۆناغی کۆتایی بکەین مەراحیلە قۆناغی یەکەمیان پێ دەوتری حاکمیەتی خودایی لە قورئاندا هەیە بەڵام ئەمە تایبەتمەندی بەنی ئیسرائیل بۆ لە قۆناغی موسا عەلەیهی سەلام بۆیە خوای گەورە لە قورئاندا پێمان دەفەرمێ چۆن خوای گەورە فەرمێ بە بەنی ئیسرائیل پێیان دەڵێ ئودخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم چۆن ئەرزی مقدسە خودای گەورە فەرزی کردو بەسەرتان ئەم کارە بکەن بوو بە فەرمانڕەوای خودایی
بل. أم خواه سبحانه وتعالى والله فرمي وأني فضلتكم على العالمين يوم بس هم عالمين تردا تفضيل كردوا إن جاء فرمي وإذ فرقنا بكم البحر دريان بو لدكاتو بنو دريايا دا درون بوشكاني دا إن جاء فرمي وأنزلنا عليكم الغمامة وظللنا عليكم الغمامة أما أوكاتك شون علي سيبريان بو دروز دكا هور ديو سيبريان بو دروز دكا أو جاء خداي قورة دا فرمي وأنزلنا عليكم المن والسلوى جزوع الشيرين يعني بودا بارين أو جا تيريان بي أبخشة همو أمانة يعني بودا كخوا سبحانه وتعالى بو أويك ليرد بني دولتك يا فرمان روايتك يا مسادك عليه السلام خداش دس خاتنا وهمو ورد كاريك اللي قال لي أنا ويار متي عندنا قناغي دواي أما شيء أبي قناغي دواي أما ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى أما بيدو تري قناغي حاكميتي هاوبش قناغي يا كم قناغي حاكميتي خدايبو خدا خويت تدخل لك قناغي دوم بشا بيوتري قناغي حاكميتي هاوبش بشي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى لدواي موسى ملأ بني إسرائيل دستفجري بني إسرائيل كيان قول ببيغنبري كيان ببيغنبري كيان إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هتا بيغنبريان هيا ببيغنبريك دالا ملك يكمان بوبنير داول خدا بكم ملك يكمان بوبنير خدا طالوت يان بونير وكو ملك أما معناه كما معناه وايا كبيغمبر الحديث متفق عليه فرمي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء نابي مني مسلمان أم فرمو دي بيان بلن ما دام وابو منش إساكا بيا تشيب كان بلن بياوي رجال دين من هي أبي أوان سياسة بكنا استرخوا ماي تطبيق بكنا أو تايبت من دي حاكميتي إلهي كبو حاكميتي إلهي كخدا تدخل لها مشتكة كبيغمبرك هم مشتك للاي خويتي خداش لأسمانه بحموش يوازي قيارمتي دادا چونك بشريد لقناغي سرطاكان دايا لبرا وخداي قولت تدخل لك ويارمتي داداتو بحموش يوازي كتشتا نيور دكاريكا أوي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء لقناغي دوما طبري لقال ابن كثير ألنشي ألن بنو إسرائيل بوجي قتيان من بعد موسى لدوي موسى قتيان ابعث لنا ملكا نقاتل لإذ قالوا للنبي له ابعث لنا ملكا بيغمبر هيا بيغمبر هكذا لأن ملك ما بوبنيرا أما معنى إيشيا أما معنى قناغي حاكميتي هاوبشا قناغي حاكميتي هاوبشا لأنوان بيغمبر يكون ملك يكده أما شونا ابن كثير الله دو صبت هيا دو نوا هيا لبني إسرائيل نوا كان للاوي ودي نوا بيغمبر هاتيا كأما أنا وكو موسى وهارون خطي كتير هي بيدا وتري خطي حكم كخطي يهودايا ليو شدي داود وسليمان وأواني دي كحكم كان إن جالي بوشي بطالوت رازينا بباب ملك أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال لبنا وي طالوت أبوها بحسابي أوان لنوي يهودا وبي بلام طالوت لنوي بنيامين أبو شو كلا لنوي لنوي يهودا لو كاتا كسيك شاني ملك نبوة بو يهودا لنوي بنيامين وكسيك بو هنا أما بيما عندلا تبري أبو ابن كثير واي قد تبري شي قد تفسير أماياتا ألي بنو إسرائيل بدو جور حكمي أنك يكي كان بيغمبر كبو كوحي لأسمان وبودهات أيو تريشان ملك كبو بيغمبرك توجيهات كان دابا ملكه كم ملكه كيشوكاري دنياك خوي بري ويدبر جموع وجيش وشوكار واداري ولات لاي ملك بو تعليماتي دين دارش لاي بيغمبرك بو اما قناغي ها وشا اما شكوتاي بيهات ايدي بشريه كامل بو خوا فرمي اليوم اكملت لكم دينكم ايدي خوي غورا بيغمبرنا محمد عليه الصلاه والسلام محمد عليه الصلاه والسلام شيكر هاد يمي برد قناغي فرمان رواي مروي بله اما دوا قناغ اما دوا قناغ بيغمبر فرمي لدواي وفاتي من كسيك نيا بناوي بيغمبر وبله من كوري بيغمبر مو خويبكا بكوري بيغمبر شكو خوا لم بيامي فرموي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بيغمبر بيامي كي بيا ختمي نبوتي كردوا أما بلغي لسر شيطاني تفسير دالهم كتوعكو قلت من قتابيك من هي ما مستيبو أنيري بردوان ما مستيبو أنيري ما نيوي أشتشد ما وفيري بي أو كاتي قلت من إدر ما مستاد ناوي يعني إتر تاو فير بيتا معناه چي خدا دالا إيدي بيغمبر نانيرم ها لدواي محمد بيغمبر نما إيدي نانيرم يعني بشريت إيوا إيدي بيغشتن إيدي إيوا تيغشتن إيدي إيوا بيامكي محمد تان لايا محمد خوي بذاتي خوي الروا بلام ولكن رسول الله أو بيامكي تيشك الرسالة كي ماوا خاتم النبيين هل نخلتين هر کسی که تربیه خوی که به پیغمبر کسان به پیغمبر قبول نبی کسیشتن قبول نبی خوی که به کوری پیغمبر بنای پیغمبر وقصب که چون ما کان محمد ابا احد من رجالكم ام قناغ او قناغی کتی ایده خدای گور فرموی ام لرگی محمد درودی خوای لسر ام قناغ له فرمان روایتیم دایو دستیم رو فکان بو ابن حزم دله بر احمد بیا ان من حکم الله او شر حکم خوایا ان یجعل الحكم لغير الله خدا حکم کی داته و بمرو فکان اما اویک ما سعید نورسی دله دلیل مسلمان نبی ادی و قناغ کانی یکم مثلا پیوابی مادام مسلمانه خدا همش تکی با کشتیوانیه
ألي أنا خدا سنتي في ماندا خدا يكمشت بيقو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم خدا هش تكتم بنا قرقة خوتان نقرن بمستقبلي في ماندا فلن تجد لسنة الله تبديلا خدا سنتي كي بوم دنيا دانا أوي وابكا 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 وابكا, وابكا بيشا كبير أوي وابكا 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 تيا أتشو دعا كبير جا مسلمان بيو جا كافر بي هش سيستمي جيانا سيستمي جيان وايا ولن تجد لسنة الله تحويله أما أويا أنجا خواهي قرر فرمي فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أوي برواي بم سنة النبي وبم سنة كارنكا تما شاكن شيء إنجا خدا بي فرموي لم قرآن دا كقناقي فرمان رواي مروية وتلك الأيام نداولها بين الناس ونزن أن فرمان روايتي حرب ومسلمان هركس يك بس سنتي كوني إشكا بين الناس لبين ناس نك بين المؤمنين يعني ما تعبدني بم مسلمان يعني خدا بي ما اندالي أم نويانا أمي استدرج حوت مليار حوت بوين سيم مليار مروفايتي همو أمروفايتي إساكا دا صلاة للاي چه؟ دا صلاة للاي اوه انا که باشتر سنانی کونی جه بجه که باشتر لپیشکوتن تیگشتو باشتر لیاساکان تیگشتو باید شیخ سعیدی کردی علی چی؟ علی اما مسلمانه بس صفاتکانی کافره یعنی چی؟ علی مسلمانه که دروزن درو کردن صفاتی کافر باید باید به مسلمان درو نکه وای اماش یان کافر یکی رازدگویه خدا لدنیا لزمانی قناقی یکم باید تدخلی الهی خدا هر پشتی مسلمانه که دگرد بس لقناغي فرمان رواي مروي پیغمبر پیمان طلب سنه شيخ سعيد كردي چون شرحي دكا بديع الزمان الا اگر مسلماني كي دروزن مان هبو لقل كافري چي رازگو خدا كم ين سرقه كافر رازگو كه سرقه ابن تيميه چي گولم بابته ودي ان الله يقيم الدوله الكافره ان كانت عادله ولا يقيم الدوله المسلمه ان كانت ظالمه يعني اگر دولتك كافر يشوف خداي جورا رجع يبيع داو إيش خويا كاتو الله شو كعادلة سنة كوي عدلة ها خدا عقيبة كفر كيونية دولة يكش بخوي الله إسلامي ملام ظالم قد نجحنا بيو قصرنا فيه كوات أما زور جرينجل يرو بما ندر كود يدي لم خنا غدا خداي جورا شي كرت قناغي فرمان رواي مروي لدواي محمد عليه الصلاة والسلام فرموي أما قرآن أما غير ما يكاني بيغمبر إيوا بفرمان رواياتي شي مدني خوتان تان هبي كز بناوي خدا وقصنك كاس شاوري او نكا اگر بلن امر من بنا قران جيب جيكم وفرموده جيب جيكم اتر اسمان هموي زير بباري وكو امام عمر قلت ان السماء لا تمطر ذهبا هو نزان اسمان زير بباري يعني ابي ايش بكين ابي كارب كين ابي هول بين وان ليس للانسان الا ما سعى يعني كواتا يستو جروباني هنا بلن حاكما حكمني زور جوانا كواتا ام جروباني استكمينن بهزي تشك دينو ايانوي بزور بسر خلقا خويان بسبينن ايانوي حاكميتك اي زماني زو بناوي دينه وبكنو بيان واي خوالا اسمانو زيرن بو بعدين وانيا اول بروا ابيني يعني كاتيكتو هر كاريككي بناوي دينه وب لبناي دينه وب ما دام سنتي كوني جبجه نكردوا ايدي ام او قناغه خدا دفاع لكسناك اقل السنه كاني او درشي لا يا ساكاني كون درشي ناتواني انا درچون درچون برشي لبرو دبيني تو هرچن بخوي دله اسلام هرچن بخوي دله مسلمان وانيا اما حمود لوديك اوتمان قناغي مدنيتي تانية هل بجارني تدانية خلق هل نبجار دوا إذا كميني چي منبوزة إذا ديو تشك ديو تشك كوكاتو بزور بسر خلق دا خوي فرزدك لبرو أما بينا قلت لي فرمان رواي مروي بيشواني بنماكان إسلام ومسا قرب بلين جاوازي نيوان حكم وأمر جوانا تيه لقرآن مثلا شون باسكرا يعني أم وشي حكم لقرآن دا بيتو آيات بآيات ما شايكي خلقي وكو خوارجة كان نابي كم 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 زانست به هل له حكمي لقرآن دي إيه سلم سردما إما بفرمان روايي دلين حكم وانيا بس لقرآن دوانية لقرآن بري وبردني ولاد بيدا قلت لي أمر أمر بينا قلت لي حكم مثلا تو قصير القرآن كي خوي قرود فرمي درباري يحيى فرمي وآتيناه الحكم صبية أقل توبة بي كردي تفسيري كي ببي أم سردما بلي خداي قورا فرمان روايتي دا بي هربا منالي أوائل دي وآتيناه الحكم صبية صبية إيه يعني شون خوا منالك كاب حواكم شون يعني شون حكمك أنا سعيد شون وانيا كواتل يرى حكم بمعنى شيء بمعنى قضاوته بمعنى أوي كخدا علمي كي واي بي بخشي وا كأتواني شون أكو يوسف عليه السلام أتواني بعقلي كي واي بي داوا جوازيب كبعقل بالبوي در كي أميان تاوان بار أميان بي تاوانا حكم بيتنا مثلا خواي قرود فرمي وكذلك أنزلناه حكما عربية أي فرمان روايتي بهربو عربي ليرة حكم بمعنى أحكامه بلام عربي ليرة بمعنى عربنا بمعنى الواضح شون الإعراب يعني توضيح عربي بمعنى الواضح يعني حكمه شيء واضح ما بنرد يعني أولا تشيل أحكامه تبروان القرآن ده فرمان روايتي هم يبغوا شيء أمر دي أبي جوازي بكين بويا خوي قرب بيا ما تشيل فرمان ده مسلمان ده بتشون بن فرمان وأمرهم شورى بينهم نا فرمان حكمهم
شورى بينهم امرهم كواتا لباسي فرمان روايتي بو شيء امر دي مثلا السيري بلقيس كبلقيس او شاجنيك او حكم دكا كحكم دكا عليه ما كنت قاطعه امرا نالي حكما حتى تشهدون اوان شي بيدالن طلن والامر اليك نالن الحكم اليك لن والامر اليك لبن اويا كاتك خوارج كان برامبري امامي علي وسان خوالي الرازي خوارج كان شي نقول قلت ان الحكم الا لله وتان يا امامي علي او انا اعلن ان الحكم الا لله فرمي او انا غلط او انا اياتك دخل النو بس غلط لي تيجشتون كذا لين ان الحكم الا لله تفسير كان واكردوا لا امره الا لله وتصور كان باسي اميره باسي امير نيا فان الناس لا بد لهم من امير ابي خلق خوي امير يا ابو خوي هل بجيري ما تنهبوا بو امامي علي نبيتا اها بو قلتم ايات يعني هنا بو شوازه بو امامي علي زور جوان بو يرون كرنا وكوا ان الحكم الا لله لقضاوته جاء ان الحكم الا لله شي أمر أن لا تعبدوا إلا إياه يعني باسي قضاء أو أحكاماني سنني كونيك داينا وخداي قورا أو أقزيانا وقضاياني كخداي قورا داينا زوري بناي حكم دي بلا موشي حتى لبروا دبيني يعني زماني كزور بو بحكومة بكردي بحكومة دلين ميري أو لو هات وزاني أيني أموتوتي أو أرزا أرزيكي أميرية جاران وين قلت قديم أرزي أميري يعني أرزي حكومي داي وشوش قرا حكومة وحكم بوبا حكومة زين خوي أصلكي أنج الفكي لا شو بكردي أنا قلت ميري ميري وايكل ميري وايكل يعني أميري وايكل كواتا لقرآن داو شيء أمر بمعنى أوهاتوكا بو يخدا قرا ده فيلم شيء هر كسي بناوي خدا وبيبي خوي زار زالك بسر إما خدا قرا رتي كروتو بو خدا قرا فرمي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اما چی من پیدا له خدای گور په من دله بس خوا او پیغمبر اطیعوا بکارینا و اطیعوا الله اطیعوا کی بو خوا بکارینا و اطیعوا الرسول چون کبر اسی پیغمبر هر چی ولې قصي یعنی هر چی بکا شته کار یا وحی بو هاتوا یا وحی بو هاتوا یا کاریک دکا بصفتي انساني بلان پیچوانانی لګل رساله کی خویده بو خدای گور لو مسالیات ادک بو واطيعوا الرسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول نيفرموا واطيعوا اولي الامر منكم ليرى اطاعك دوبا سبعنا نكردو بو چونك ايدي لدواي پیغمبر هر چي بي مروفا هر چي بي مروفا كز نبي خوي مان ليبكا پیغمبر كسي شكري پیغمبر ني اين جا فرموي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اطيعوا ليرى بكارنه هنا چونك بشر اين جا فرموي اولي الامر منكم نيقد ولي ولي امر ها بجمع هنا بنا له ولي امر يعني له حكم ابي رئيسك كان هبه بلام ابي او رئيسش شوراي هبه خلقي هبه لدوره استشاري هبه برشيكه لا 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 اولي 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 يعني جمعي ولي يعني ده صلاتي كد بده صلاتي كي جماعي راسيكي هي رامنا قال ايش ده برلماني هي وخلقي هي ومستشاري هي اولي الامر بو بجمع باسيكر بو ديكتاتوريه دروس نبي ان جا فرمي منكم لخوتان بي ابي او كسا داجر كرنبي لدربي ولاته ونهابي كسيك لنا توي خوتان اللي قال لي خوتان اللي قال خوتان دجي منكم ايوا هلي دبجيرن هر ولاتك بلان كسيك لنا ام ازور ان جا لي رويك او حديثي بريده كامام مسلم روايتي دكا وابن القيم بمن شرح دكا عليه بيغمبر فرموي واذا بهم قايده كان يقول واذا حاصرت اهل حصن كاتك محاصره اكل شرى دوري شارك قري حصن يعني قلاي شار قلا او كذا شار قلابه بس هذا كاين ورس فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله پیغمبر فرمي أي أمير أي فلانكس وقت محاصرة حسنك وشاركة كي مفاوضات دروست به خلق شاركة بيتلن ورا حكم خواه پیغمبر من بوكا حكم خواه پیغمبر شو نوامن لقلابك پیغمبر بيدر لشي أگر وائن پير قد فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله نكي بلي ورا بحكم خواه پیغمبرتان لقلابك بل أنزلهم على حكمك بحكم خوتيان لقلابك بل بناوي خوم من واتان لقل دادك بو بناوي خوم پیغمبر نابي قصبك لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أقر وات كرتو نازاني آية قصكت راسا يعني أو حكمي بناوي خوم پیغمبر كرد الراس بو أقا هلبو خوم پیغمبر الناشرين كرد كواتا چند پیغمبر پیمان دلي كز بناوي خدا وقصنك بل بويا بيني قرآن كلام إخوانيا بله من الله مشي اسلام ابن كثير وايقول ابن كثير بشره كواته هنا مو تفسير بشريكه كز نبي اياتك بوب خني بل ام اياته وادله ما بسري فرز اها ابن كثير واله طبري واله قال لي ناي مفسر كان يك قرطبي واله كواته دواجرت ناي تفسير كان قران بوب بتفسير بشري ناي بشر ما لنا الله اخوا برسيب كان يشك علم شلون واقيم الصلاه اي دواي صلوا كما رأيتوني أصلي أي دواي إمام الشافعي أما زبك أبو بناي بشر أبو حنيفة مالك أحمد أقل لي جبتواني ما مصبريني آية كان يأخذ فرمودا كان واي كدو كبم شو أبو خوان بك نا هر أويا كاتي كسيك دي آياتي كدبو أخواني أتوا ألي أما آياتني ألي با
الله دي معنى كي واي ألم شون تو علي وقصي توي شرح كي شرحي توي أبي واي بيبلين أبي الرازي نبين بوي كسيك بوي قتم ترشي قرآن كلامي خوي بلام چن تفسير هي تفسير كان بناوي بشرة أما زور جوان الإسلام ده بو تفسير كان بناوي بشرة يعني أما إترق تفسيري بشرة بوي كمن تفسيري أورتكم أو يترقبولكم كفر من كردو من قصي بشريكم لا دا قصي بشريك تنم قبولا أما فرمو دي بيغمبر بخاري دل أما صحيحي منه يا مسلم دل من أول دولة قبول لي من أو صحيح مسلمة نسائي دل من أو هردو قبول من أمي ترم هي كواتا هر كس بكو بشر ناوي تفسير كان من ناوي بشري لسره ناوي فرمودا كان من صحيح كان من ناوي بشري لسره اتيان بناوي إسلام وانا بيموتي أقيم الصلاة نوش بكن يشون صلوا كما رأيتموني أصلي أما شو فرمودا فرمودا يرمتي ماندا لنا أما شو أنا إمام الشافعي أيها المجد تو بقصي شافعيك أو بقصي حنفيك أو بقصي فلانك كواتا مذهب كانش من بنابي بشارة كواتا أم أين بيمان دالي إما لقناغي فرمان روائي مروين لقناغي فرمان روائي مروين هر آيات يك ديان تفسيري هي أو تفسيري كقبولي دكين تفسيري كي بشرية سبي تفسيري كي تري بشري ترديته وجيه دكريته هر كس يك بلي أم قولي من تنيا وتنيا خوا شوني ويستو أمي من أويا أو جيه بيغنبري قرتوته خداي قولي استحان ديكتاتورية بلي راست بلي چونك تنتر لديكتاتورية چونك أوقات بناوي دينه أو خيبقات جيه بيغنبر أما لا بيغنبر قبول دكين كاتيك تفسير مامودك بلهم كسيك بنا وكو أو بلا منج وكو بيغمبر تفسير تام بودكم قبول مانية شوكا بوية لإسلام دا وكو قتم هم مشتكان دبيتو ناوي مروف هم مشتكان دبيتو ناوي مروف تفسير كان من خلط تصوفك بلا أم تصوفي من صدر صد أويك خوا بيغمبر فرميتي علينا علينا بود شون أتواني بلينا علينا بريتو من طريقي نقش بني ما همسا ناوي بشر لنا من علي طريقي قادرين كواتا مثلا ناوي بشر من رفاعيم كواتا مثلا ناوي بشر اما كواتا هم ام بابتانا دواجار كواتا ناتواني بلاي من نوي نرم من كز نابي كز نوي نري خوانيا كز نوي نري خوانيا لسر ارزدا همو من دروس كراوي خداين خداي قورا بيامي كي بونار دوين ام بياما دخويني نوا باشنيا فنتبع احسنه كاملا قناغه ولم سدي بشتوك ولم كردستان وكلك مانديا اما او باب زوريني خلش خمان هلي دبي يعني كواتا بلاي نوي استاك هداكريت بلاي بشوي حاكمه بشوي حكمي راستا أميك ذكري بشيوي حاكمة بشيوي حكمني خداي قورش داوي كردوك خوي الحكم العدل بقي مجدلين خداي قور خوي ناوي الرحمن بقي مي قتو إيواج عبادي الرحمن بن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إيواج دبي عباد الرحمن بود بين عباد الرحمن إيواج دبي الصفات كان الدنيا هي خوا صفات الدنيا كان خداوك خوي حكم بين عدل بين رحمن بين بوها مبشرية بين أقالي همو أمانة دبي وكو خوي وكو يكتما شاكين شونك خدا إسال لدنيا دا جاوازين نيوان مسلمان وكافر ناك كواتا أما أويك فيما نقول شريعة وشرع إخوة أن الناس في هذا الأمر شرعون أي سواءون كواتا أما زور قرنقا كأقدار بين يملا قناغي فرمان روايي مروي داينو خداي قورا أما يبوها البجاردين بو أوي كذب ناوي دينوا يما تشي لينكات يما نتو سينات بلا إنزا تشون دكريت مثلا خلق ملاين تيبقاتن لوي كدبي بشيوي حاكم بينك شيوي حاكم بيتن بلا شي بكريت بوو بلا راسته كرنيم هانغاوانا ببلي كم تيغشنا للقران شون كيما بيش القران شي معناه تيغشنا لا قران لم بيامي محمد عليه الصلاه والسلام كبو هم مروايتي هنا دوام تيغشنا لفرمودكاني بيغمبر كل القكاني بيشو بس من كردو شون اما لفرمودكاني بيغمبر ب 15 صفات بيغمبر قسيكرو درودي وخايل سر تيبغينو يك ليكتر جايكينو او جايبي تيبغين لويكا دواجار اما ام قران وفرمود الصحيحه چین هوینیکن وکو گوتم بکاری اهینی بو اویکا لبر روشنایی امدا همو یا ساکانی خومن چونله داب رژینو روحی ام قران فرمودانا بپی گورانی زمان بپی گورانکاری لمکان لشونکاندا اتوانین جبه جبه بله یعنی که واتاوی اسانه استبلین بون مون اوی داعش که پیروی ده کتن دکی سیدانا الیتنما بپی عین اسلام بو شو بو سر دمانی خو وابو او خو نوې چی کړدو او چې یا ساي کی هنا ولا سردم کی بلین خوارج کان چون یان تفسیر کړدو 1400 ساله موبر تفسیر کی بشری قران فرموده ک کس گوای کړدو هنا ویته اګل چکنه تو نه با آیته ک ایمه بګری نه تو نه بفرموده ک ایمه بګری چوک فرموده ک او آیته ک او فرموده ک دیان تفسیر هي اګن الله مسدان وانیه او یک یکی بو خو هل بجاردو ک اویان اګل ایمه بو پابند بین بو
ألا ناتوان بابن بين بو كواتا إما بابن بين أبي بشيوا بيغمبر دور جو خالة سفرمي إن أمتي لن تجتمع على ضلالة همو ما نهالين بلام أمت لزوريني دا أمتش أم أمتي إستاكا أمتي أم كردستاني أمتي أم كردستانا شوتا برلمان نونري بو خوي هل بجاردوا أما إلا برلمان نونري أم خلقية تاماوي أو چوار سالة شي بو بريارة دا لبر روشناي أو فهمي أو كهياتي أو بو أنجام دوتا بل خمسا قرام كتاب سيار بيتن زور جد مثل کد بینین ام گروپ تون روانه بلین رای هندیک زنانی گورا بلین بکاده این بخویان بتوانیم از یان لوانش داد یان دبی خلق لو تیب گاتن که بلین زنان کان بوشی وینه راسته ایم دوشت مانی کم ام زنایا و که هر مرو فی کیدر پیغمبر فرمی کلو بنی آدم خطا و منو هر کسی کی تریش کق ساکن مقابلی هلی و خیر الخطائین التوابون بمعنا و کسان باشترن که هلا کانی خوان راسته کنو کواتا ام مرو و هر استی کی هبی هر آستی که هبی دو جار مروفه، آو یک وقت و نبی به حجت دو، ام نصرایانی بنای ام زاین ل زناین ل بر دست معنای ببزاین ایش قابلی تحریفه، آبی او بزاین سدان صلّم و بر ل سردم تاریک کنده کس آجای له هیچ نبوه، زور قصی خراب بنای او زناین شوک راوا، کس یک حذی لو زناین نبوه دوستی فرداوت نیوکتی بکی یکی کیتر دوستی فرداوت نیوکتی بی فلان، اما چون آمان بدو زینوا. دو اجل لبر روشنایی فرموده اگه فرموده که خو ضعیف و موضوع و چی بکین ایو شباب بینو بولا قران کواتا خدای گوره قرانی پیداین لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید الی رو بمان درکه که ایم دو اجل به هنگاو به هنگاو با عقل خمان عقل بکار بینین بو گیشتن بو که ام عقل خدا پیداوین ل قران تیگینو به براورد کردن ل قال قران راستو هلامن بودرک سر سپاس موفق برای بینران از خوشویس لیر ودینا کوتای توریم زاری برنامه پر تا توری کی تر شاد وخت